كله مرحبا بكم في شين يوتيوب انبوكسينج تين. كالعادة معاكم ياسين اللوز. الفيديو اللي كنتوا تشوفوا فيه كله مصور بالكاميرا متاع الشاومي 11 برو. الفترة هذه شاومي خرجت ثلاثة تليفونات، ال 11 لايت 5G نيو اديشن، ال 11T، وبعثت لي الفلاكشيب متاعهم ال 11T برو اللي باش نكتشفوا قدراته في السينما جاك، وباش نكتشفوا زادة ابرز مميزاته. خلينا نبداو بالديزاين. منظر التليفون تحفة، خاصة في اللون هذا اللي فيه ألوان قوس قزح وانعكاسات تخليك ديما جيست تحب تقعد تفرش فيه. وحتى من خامات التصنيع حاجة بريميوم من الألمنيوم والبلور، وفيه نوع من الحماية ضد الماء IP53. على اليمين باش نلقاو أزرار التحكم بالصوت وزر الباور اللي هو بيدو لومبران ديجيتال واللي هي تخي تخي غابيد. أسفل الهاتف سبيكر USB-C وبلاصة الدو سيم 5G، وفي الأعلى الـ AR بلاستر وسبيكر الثاني من عملاق الصوتية في العالم هارمان كاردون. شكون فينا ما يعرفش هارمان كاردون، عملاق الصوتيات في العالم؟ هوني اتدخل في جودة الصوت في الـ 11T برو. خلينا نجربو ستيريو سبيكر. هذه من أقوى الأصوات، كي مش أحسن حاجة في هذا السعر بالحق، باش يخليك تتمتع بتجربة فرجة ممتازة على الأخر. وزيد فوق هذا الكل إكران توب في كل شيء. خلينا نكتشفوه. أي شد عندك AMOLED سكرين فول HD 1 بليون كولر، تدعم الدولبي فيجن، HDR10+، 120 هرتز، وسرعة استجابة للمس 480 هرتز، ببرايتنس توصل لل 1000 نيتس، ومحمية بتبقى غوريلا جلاس فيكتوس الأقوى. شنو معناتها هذا الكل؟ معناتها شاشة بجودة عالية وألوان واقعية اللي ديجا تنجم تتحكم فيها من السوفتوير. إكران يدعم جودة أحدث الأفلام اللي تخليك تتمتع بالفرجة بأقصى حاجة ممكنة وتغوص وسط الفيلم. إكران سريعة برشا في الاستعمال اليومي وتساعدك بالبي في الجيمينج. وزيد فوق هذا الكل زادوا دعم في السوفتوير عن طريق الـ AI Engine اللي خليك مثلا تنجم تحسن الريزولوشن تاع الفيديو، مثال من HD للفول HD، تحسين الصور HDR Enhancement تخلي المحتوى اللي تفرج عليه قولش عليه تصور بالـ HDR، واخر حاجة الـ MEMC اللي تزيد دي فريم باش الفيديو يولي سموث اكثر. هذا الكل يخلي الكرون هذا من احسن ما فما في السوق التونسية. نتعداو تويكا للاداء اليومي والبرفورمانس. الـ 11T برو جينا بالاندرويد 11 بسركوش الميواي 12.5.7. الفيرسيون هذه على التليفون هذا مريت منها كان الخير، يطير طيران، سوفتوير راكح وسموث، وفيه بليزير اوبسيون. واللي يخليه يخدم بالسلاسه هذه هو انه الـ 11T برو فيه بروسيسور اود جام سناب دراجون 888 مع 8 ولا 12 جيجا درام و256 جيجا ستوكاج. التليفون قادر انه يضمن لك استعمال سلس تري رابيد مع جميع التطبيقات والظروف. بالنسبه للجيمينج على اعلى اعدادات سواء الفري فاير ماكس، كول اوف ديوتي موبايل ولا ببجي نيو ستيت، وبالنسبه لفورتنايت تخدم في الايبك جرافيك 30 اف بي اس، وتنجم تعمل انريجسترمون ديكرون فول اتش دي من صوت اللعبه والسخانه قاعده عاديه، وتنجم تقوي الاكسبيريونس جيمينج من الجيم تيربو اللي تنجم من خلالها زاده تقوم بتغيير صوتك. ومن احد نقاط قوه هذا الهاتف هي البطاريه، مش على خاطرها 5000 ملي امبير اللي باي ذا ويت كافيك نهار كامل استعمال، اما على خاطرها تتشارج في 17 دقيقه. اي نعم، بطاريه 5000 ملي امبير من 0 ل 100% تتشارج في 17 ماكس 20 دقيقه، وهذا كل بفضل الهايبر تشارج 120 واط.
هذا اقوى شاحن سريع جربته في تاريخ القناة. وشاومي اكدت لنا ان التقنية هذه 100% سيف، حاجة انوفونت على الاخر. نتعدو تويكا متشوق على الاخر اني نحكي لكم على قدرات الانستي برو في اللي كاميرا عنا برشا ما نحكيو عليها. الشاومي 11 برو فيه 3 كاميرا 108 ميجا بيكسل كاميرا برانسيبال، 8 ميجا بيكسل اولترا وايد، و 5 ميجا بيكسل ماكرو كاميرا. نخليكم مع التصور كالعادة ونستنى رايكم في التعليقات. الفيديو ينجم يوصل ياخولك دي فيديو 8K 30 FPS، 4K 60 FPS، وإلا 4K HDR 30 FPS. كاليتي طيارة، ستابيليتي OIS خاطر ما فيهش OIS، هذا بالنسبة للكاميرا برانسيبال. وفي الكاميرا ألترا وايد ماكس فول HD 30 FPS. عندك دي زوبسيون أخرين كيما الأوديو زوم، باش نفسرها لكم عن طريق الفيديو هذا. فما اوبسيون اسمها سمارت نويز ريدكشن، هذه تيست فيديو ومفعلين السمارت نويز ريدكشن. دونك هو تو باش يحاول انه النويز نتاع الباك جراوند تاع الريح مثلا ما ينحيها لكم ويخلي كل شيء صوتي انا. وتويكا سمارت نويز ريدكشن نحيناها، دونك فما مش تو مش نلاحظوا انه فما شويه نويز، فما الصوت نتاع الريح. لاحظوا الفرق ولا انتم؟ قولوا لي في التعليقات. عندك زادة ماكرو فيديو بريزولوشن فول HD 30 FPS، والبرو فيديو ديسبونيبل هوني. نجم تتحكم في جميع الاعدادات الكاميرا سواء الايزو، شاتر سبيد، وايد بالانس اكسترا. هوني عندك دي زوبسيون برو اخرين كيما المود لوغ اللي يخليك تصور فيديو فيه برشا ديزانفورماسيون بدون الوان تقريبا، باش بعد في المونتاج تعدل الالوان والاضاءه كيما تحب انت. مازال فما اكثر من هكا، كي نمشيو للمور نلقاو شورت فيديو نايت مود slow motion اللي توصل ل 960 FPS Full HD، حاجة واو في الريزولوشن هذي. عنا زادة مونتاج حاضر في الفلوغ، جيست تختار نوع المونتاج اللي يساعدك تصوره بالطريقة اللي هو يوريه لك، تبعه برا بعد يخرج لك وحده فيديو كمان هكا. وعندك زادة فازات السينيماجيك كيما الماجيك زوم، سلو شاتر، تايم لابس، والباراليل وورد اللي ريناهم في اول فيديو. وفما زادة التايم فريز اللي تخليك تجمد الخلفية وترجعها وقت ما تحب بالطريقة هذه. تنجموا تورينا ابداعاتكم في الجروب فيسبوك. نتعدو تويكا للكاميرا السيلفي اللي جينا بريزوليوشن 16 ميجا بيكسل HDR. نخليكم مع التصور ونستنى رايكم كالعادة في التعليقات. كاميرا السيلفي اللي في الانستي برو تنجم تاخذ لك دي فيديو فول اتش دي 30 اف بي اس و 60 اف بي اس. شنو رايكم في الكاليتي نتاع الفيديو والكاليتي نتاع الميكرو؟ وعلى فكره المود فرونتال ساوند اكتيفي. وتويكا المود فرونتال ساوند ديزاكتيفي، لاحظتوا فرق؟ قولي في التعليقات. وبيان سور ميزه الديول فيديو موجوده في التليفون، دونك كيما قاعدين تشوفوا نجموا تشوفوني انا وتشوفوا انا فاش قاعد نرى. وهكا كون وصلنا لاخر فيديو. التليفون هذا باش تلقاوه متوفر بدو فيرسيون، ال8 256 ب 1999 دينار و12 256 ب 2159 دينار. بالنسبه للسوق التونسيه الاسوام هذه معقوله على الاخر، على خاطرها تتنافس مع تليفونات الأودغام اللي الاسوام تاعها تفوت 3 ملايين وال 4 ملايين. والحاجات الناقصه في التليفون هذا على تليفونات الأودغام بالشركات الاخرى الوايرلس تشارج، الكاميرا زوم، تصوير 4K في الكاميرا الترا وايد، وكاميرا سيلفي احسن شويه. اما بالنسبه للديزاين والليكرون والبيرفورمانس يتنافس مع اقوى الهواتف في السوق التونسيه. بالعكس فما حاجات زادة خير منهم كيما مثلا الهايبر تشارج 120 واط، كيف كيف جوده ستيريو سبيكر وليزوبسيون تاع السينيماجيك اللي تخليك تبدع في التصوير. الملخص، التليفون هذا هو اقوى هاتف في تونس في هذا السعر بدون اي منافسه.
وانتو ما شنو رايكم قولي في التعليقات، وما تنسوش كالعادة الدعم باللايك والشير والسبسكرايب، اتفعل الجرس وتابعنا سيغ فيسبوك انستغرام وتيك توك، وتابع جروب فيسبوك اللي عملناه ليلكم انبوكسينج تين فان كلوب. كان عندك اي مشكلة تخص التيك، اي سؤال خلي السؤال متاعك فميكا والناس كل تجاوب عليك. كيف كيف كنت حاب تعرف اخر اخبار التكنولوجيا في العالم لحظة بلحظة، كل ما عليك انك تدخل الفيسبوك متاعنا انبوكسينج تين، والا تدخل للسيت ويب unboxingtain.com. هكا أبقى كان نقولكم كان نشوفكم بأفضل حال في الحلقات القادمة. أتخي بيانتو.